واحد بيفكرون بان انا انبه على قيد الاسماء في جدول الانتخابات. الايام دي هي الايام التي يصح فيها ان الواحد يأيد اسمه، ولما انت تأيدوا اسماءكم يبقى ليكم صفر، لو ما أيدتوش اسماءكم يبقى ملكوش صفر. يعني انا مرة قلت في اجتماع للاباء الكهنة، قلت لو شعب كنيسة عبارة عن 100,000 واللي متأيدين 200 واحد يبقى وزنهم 200 مش 100,000، والدولة بتاخد بالها من وزنكم في الامور الاخرى. يعني مثلا تقول ما رشحوش مننا من الاقباط ناس ليه في مجلس الشعب، اذا بصوا لقوا ملكوش صوت هيرشحوا ليه؟ يقول ده زي قلتهم. فانتم كواجب وطني تأيدوا اسماءكم، وكسند ليكم في المطالبة بحقوقهم تأيدوا اسماءكم. لكن مش يجوا الناس ما يأيدوش اسماءهم وبعدين يرموا كل همهم على الكنيسة. لازم الكنيسة تدافع عنها في كذا وكذا وكذا. طب ما انتوا تثبتوا وجودكم والكنيسة تدافع عنكم. لكن الكنيسة تقعد تدافع عن الناس ما لهمش وجود رسمي، يعني اقصد. ارجو انكم تأيدوا اسماءكم في سجل الانتخابات من اجل صالحكم. يعني انا هستفيد ايه؟ مش هستفيد حاجة، لكن من اجل صالحكم انتم أيدوا اسماءكم.